لا حوار اليوم مع ضيفي أنا أبقى لعون. صباح الخير. عشية ذكرى اغتيال داني شمعون وزوجته وطفليه عاد لبنان إلى أكثر المحطات إشكالية في زمن الحرب اللبنانية. فجأة تسريب للنائب سدريتا جعجع وهي تتباهى بأن زوجها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع دعا وسيد صغيرتوية في إشارة إلى مجزرة أهدن في الوقت الذي حكم فيها المجلس العدلي في قضية اغتيال الرئيس بشير الجميل بالإعدام لحبيب الشرتوني. كيف يمكن أن نقرأ الانقسام الذي شهده لبنان في الساعات الماضية بالإضافة إلى العناوين السياسية الأخرى أبرزها الموازنة وقطع الحساب العلاقة بين رئاستي الجمهورية والحكومة والانتخابات النيابية؟ يوم ضيف، أهلا وسهلا فيك. أنا أبا لعون، عضو تكتل الدولة الإصلاح. صباح الخير. صباح النور. بساعات الماضية كنا كتير عم نشهد انقسام، كأنه نحن عايشين بلبنانين، كأنه في شعبين، كأنه في وجدانين، وبالتالي كأنه الحرب بعد ما خلصت. ما بعرف إذا فينا نقول هيك. مين مسؤول عن هالشي؟ شو رأيك؟ مين مسؤول؟ مين رأيك؟ مين عم بحرد؟ مين برأيك؟ ما بعرف، يسألوا حالهم. كيف يعني؟ بأي حق اللي صار هاليومين؟ عن شو عم تحكي أولاً؟ أنا عم بحكي عن اللي صار بقضية محاكمة حبيب الشرتوني. وأنا شي عم بحكي. أوكي، مين حرض؟ ليش التحريض على الموضوع؟ بس اليوم وين في جريمة حصلت. أوكي. عم بصير فيها محاكمة. اليوم ما حدا له حق يرجع يفتح صفحات الحرب اللبنانية. ما هي هالجريمة من الحرب اللبنانية. هيدي جريمة أكيد بدك تحكم الجريمة. أوكي. بس ما حدا له حق بالسياسة يفتح صفحات الحرب كيف اللبنانية. يعني شو قصدك؟ يعني شو فسر ليش شو هالتحريض على هالموضوع؟ اليوم في إنسان تم اغتياله. أوكي. عم بصير في محاكمة لعملية اغتيال. شو بدي بالدوافع؟ شو بدي بالسياسة؟ ليش عم ترجع اليوم تنفتح كل صفحة الحرب الأهلية؟ وعم ينحكى كلام وعم ينقسم الشعب اللبناني، عم نرجع نطلع كل شياطين الحرب الأهلية. بأي حق؟ تحت أي ظرف؟ ما حدا ما سمح له شو ما كانت قناعاته. ولو بيكره بشير جميل لآخر درجة، ما إذا حدا له حق يعمل اللي عم ينعمل يعني هلأ. بأي حق عم نجي نشرع منطق الاختيار؟ عم تحكي عن حزب السوري الأول. كلهم مين ما كان يكون، ما هو ما في غير حزب السوري وكل الناس اللي عم تكتب وعم تحكي عن هالموضوع. إن كان على صفحات الجرائد أو بالتواصل الاجتماعي. كيف يعني بأي حق نجي نبرر؟ مين قال؟ من إحنا اليوم بلبنان منقسمين حول كل شيء صار. عم نحكي عن مرحلة سابقة بظروف سابقة باعتبارات سابقة. عم نجي نشيلها ونجي نحكم الناس اليوم. في ظرف معين حصل. أوكي. بالحرب اللبنانية. ما منجي اليوم نجي كل واحد عنده رأي فيه، كل الناس شاركت فيه بطريقة. هلأ اليوم ما نجي بس نحاسب بشير جميل ونقول عنه لعبين قال. مين قال؟ ما كل هلأ الزعماء بلبنان، زعماء الحرب والطوائف اللي رجعوا عايشوا بعد الحرب واليوم صاروا زعماء سياسيين، مين قال هني مش مسؤولين كمان عن دم اللبنانيين؟ ليش بطوينا هالصفحة؟ هاي الصفحة تويناها، ما حدا له حق يرجع يفتحها. بس هيدا المنطق نفسه بينطبق على من ارتكب الجرائم. يعني مثل ما بدي حضرتك، مين قال انا ما بدي احكي بالجرائم؟ انا ما بقبل هذا المنطق ينحكى. بس خليني اوضح لك شو السؤال. يعني هذا المنطق اللي عم تقوله حضرتك، انه مين قال ليش بدي حاكم بشير جميل انه يتعامل مع الاسرائيليين وفي غيره كمان تعاملوا منيح؟ مش تعامل بس، كل الحرب اللي صارت. اوكي، تويناها على اساس ليش عم نرجع نفتحها هلا؟ تبعال اذا تويت هيدا الحرب، ليش ما تويت مثلا من ارتكب هذه المعنى؟ لانه من ارتكب هذه الجرائم هن مش بس حبيب الشرتوني، هن في مثلا في مسؤولين. مش عم نحكي عن ضحايا حرب، هيدا اغتيال. اغتيال في اغتيالات سياسيه اخرى لرئيس الجمهوريه. اللي بيلقطوا ايه عظيم، بيلقطوا اللي قتلوا، يلقطوا اللي قتلوا، ما عندي مانع. الاغتيالات يلقطوا كل اللي قتلون بالسابق وبعد الحرب. في اغتيال عم يتم محاكمته، شو بدي برأي كل واحد ببشير جميل؟ اوكي، اللي معه ولا ضده. طيب. ما بيصير اليوم، بتعرف شو عم بيصير هذا المنطق اللي عم ينحكى؟ انتم عم تبرروا الاغتيال السياسي بهالطريقه. كيف يعني؟ يعني اليوم اذا واحد انا مقتنع، انا طالع بتقييمي انه هيدا خاين، روح بقتله. هيدا عم يبرر هالشيء. طيب. ما حدا بيعتل، ما حدا بياخذ العداله بايده. اوكي، وشو ما كان رأيه. ممتاز ممتاز. كيف نجي منبرر اغتيال سياسي؟ ممتاز. اذا بمنطق عم نحكي بجريمه هون. اوكي، إذا لا ما بيصير، ما فينا نبني بلد هيك. ما نحترم بعض. عال. في قيم بهالمجتمع، في مبادئ بنحافظ عليها. أوكي. اختلفوا بالسياسة قد ما بدكم، قيموا المرحلة السابقة قد ما بدكم. أوكي. بس ما حدا له حق يعمل اللي عم ينعمل. هيدا زلمة شهيد، وقتها بيصير شهيد منحل عنه، ما منلحقه على قبره. رنيه معود، شو
شو هالحكي هيدا؟ طب رني معود شو؟ وراني معود ليش مين عم بيدافع عنه؟ طب ورشيد كرامي شو؟ كله زيت شي. طب وطوني فرنجية شو؟ شو عظيم شو عم نحكي؟ لحلك ليش مين عم يبرر للي قتلهم؟ طب بس رح اقول لك شو عم نحكي، اللي عم نحكي اليوم انه هيدا الجريمة صارت، هيدا الاغتيال صار، انا بدي احسب انه حبيب الشرطوني اغتال رئيس جمهورية ويجب ان يحاسب، صار ب 82، في جرائم صارت من بعد 82 اليوم وكأنه في استنسابية بمحاسبة هذه الجرائم التي حصلت في الحرب اللبنانية، الحرب كان فيها كثير مجازر، بشير الجماير ارتكب، حبيب الشرطوني عمل اذا بدي اوصفها بتوصيف قانوني هذه جريمة، روني معوض تم اغتياله، توني فرنجية امبارح بعد ستري دجاجه عن ستري دجاجه عم تحكي عن ما حصل مجزرة اهدن بهذا التوصيف، كل هول اليوم ورا بعض، جينا اليوم نحن اخترنا، عم اقول لك شو هو الطرف الاخر شو عم بقول، نحن جينا اليوم اخترنا توقيت معين وجريمة واحدة من بين كل هذه الجرائم المحاسبة عليها، وحكمنا بالإعدام على حبيب الشرطوني. ليش؟ رح أقول لك ليش، لأنه اليوم حبيب الشرطوني ما في طائفة تحميه، بينما يلي في طائفة تحميه ظهر بعفو. رح أقول لك مثلا، يعني أنا عم أقول لك من وجهة نظر تانية، الدكتور سمير جعجع، دكتور سمير جعجع حصل على عفو بينما هو مدان، إسلامية ضنية حصلوا على عفو بينما هم مدانين مرتكبين جرائم، ليه اليوم تم اختيار هذه ال شو بدي اسمعي شوي هلا حسبيني طالبة انت بعفو خلي مجنون بيعملوا عفو على عفو انا عم بجي اقول لك شو عم بيقولوا يلي عم ينتقدوا هذه الجريمه وتوقيتها اول شيء مش مزبوط في احداث حرب قلت لي كل زعماء الحرب مسؤولين عنه اوكي عظيم بدك ما انتم تويتوا صفحه الحرب بالطائف وسكرته هلا هالقصة طيب اوكي عملنا هيك كل مرحلة الحرب واحداثها على أساس سكرناها طيب سكرناها ليش عم ترجع تنفتح هلا هيدا لانه صار في هيدا اختيال لانه صار في محاكمة ما في اغتيالات كثير صارت بالحرب يا عيني على راسي هيدا الموضوع أي. في اختيال رئيس جمهورية أوكي. حصل طيب هيدا الاختيال عم يتم محاكمته عظيم هيدا هيدا منه مشمول بالعفو هيدا اختيال حصل واي اختيال حصل بس اختيالات عم نحكي مش عم نحكي احداث الحرب اللبنانيه راح فيها قتلى بالحروب عظيم هيدا اليوم اي اختيال هلا بتلاقيك مش يا اختي طب هيدا فرانسوا حليل راح حاول يقتل الرئيس هون وزيت الطرف السياسي كان مسؤول شو رايك لو قتلوا بمنطق الباقيين كان له حق يقتلوا بوقتها كنت انت عم تقولي هلا ايه واذا قتلوا خلينا نعرف الله عم مضى هو على فوقه انا مش عم بقول شيء لحظه للتوضيح انا مش عم بقول شيء اسمعيني شوي هيك عم بقول انا مش انا عم بقول لك اليوم الانقسام اللبناني مش انت مش انت في عسكري قتل يومتها اسمه جوزيف رعد عسكري بالجيش اللبناني كان له حق يقتله لانه هو مقتنع انه ميشيل عون عميل عيب عليكم بقى يروحوا ينضبوا كلهم بدنا نبني بلد بهالطريقه خلص بقى توها الصفحه طب ليه في استنساب في جريمه صارت في حدا بحسب عليها انتهى الموضوع تبع العداله ما في شيء ببرر ما في اسباب تخفيفيه لحدا بالجرائم العداله ما حدا له حق يلاقي اي تبرير لاي اختيار ولا اي جريمه أوكي. عيب في اخلاق أوكي. في بقى ما بقى في مرايتين بهالبلد تعال بس العداله العداله مش منقوصه العداله يا بتكون عداله يا بتكون طبعا انا هيك نروح نقتل بعضنا لا ما بدنا نقتل بعض تعال نفتح محاكمات الحرب شو رايك هذا بقول له هيدا انت عم تتعاطى مع السوري انت عم تتعاطى مع الامريكان انت عم تتعاطى مع الفرنساوي انت عم تتعاطى مع كل واحد باي من الناس بروح بقتله مش عم تقول حضرتك انه هيدي جريمه تم اغتيال رئيس جمهوريه ويجب ان يحاسب طب تعوا على هذا الاساس القانوني والجيد والصحيح واللي منهنيكم على دوله القانون والمؤسسات عليه تعوا نفتح محاكمات الاغتيالات يلي صارت بزمن الحرب كلها طيب ليش لا بهذا المنطق منطق القانون والمؤسسات يا عيني عم برجع فسر لك كل الاختيارات اللي صارت وهسا بعد الحرب بعدها موجود قدام القضاء اللي بيلقطوه ما هيدا عم بتباهى انه قتل مش مستحي طب ما ستريدا جعجع كانت عم تتباهى امبارح يا استاذ انا ستريدا جعجع امبارح بفيديو ليش عم تعصب ليه عم تعصب ما كانت عم تتباهى بمجزرة اهدن علي شغله انا عم بعصب عم ندمر البلد بالطريقه عم ندمر المجتمع يا عمي هيدا المنظر اللي شفناه امبارح مقبول يا عمي كيف ترجع بتفتحوا ما صدقنا والله العظيم اذا ما نحكي بالحرب ما بقى نحكي مع حدا على اللي صار عم جرب هالبلد نرجع نبت صفحته ونرجع نقلعه حدا بيرجع بوعي هيك شياطين حدا بيرجع بوعي هيك شياطين ما منهم من قال المحاكمه فيك بنفسها انت كيف فيك تساوي المحاكمه نفسها وعد كيف فيك تساوي انت بين شخص انقتل استشهد واشخاص معه استشهدت وبين واحد قتله كيف فيك تساويها شو ما كان توافقه كيف فيك تساويها
لك عمي كيف فيك تساوي بيناتهم؟ طب كيف سويت؟ لك ما في اخلاق بهالبلد. طب كيف سويت بغير لك شو ما تلاقوا تبرير؟ شو ما تلاقوا تبرير؟ يا عمي ما عم ما لكم حق، ما لكم حق. كيف سويت بغير خلص مطارح؟ خلص خلينا ننسى، خلص ننسى شو هالموضوع. شو ننسى؟ خلينا نتوي الصفحه بقى عشان نحرض الناس على بعض. طب برايك هذا الانقسام على شو بدل؟ على انه اليوم الحرب ما خلصت، ما هيك؟ لا مبينه بالنفوس بعدها مش خالص. مش معقول عم بصير. ما فينا نتجاوز، نحن بلد في كتير جروح، كلنا عم نتجاوز جروح. كل واحد عنده تقييمه لمرحلة، كل واحد عنده تقييمه لهيدا بقول لك هيدا خاين، هيدا بقول لك مين قال بمفهوم الناس بوقتها ما كان ما كانوا خاينين. يعني انت اليوم حضرتك انه الرئيس بشير شميل ما كان ما لا انا يا حبيبتي انت ما فيك تيجي تحاسبي اليوم مرحلة كلها بسابقة عم تقسيها على ظروف اليوم. اوكي في مرحله كان لها علاقه بالفلسطينيه، كان لها كانت معركه كبيره، كانت معركه كبيره بالبلد. أوكي. في لها اعتبارات كثيره. طيب اليوم بتجي انت بتقولي هيدا خاين عميل اجى تعاطى مع الاسرائيليه، علما انه على فوقف كثير رموز كانت حد بشير تعاطت مع الاسرائيليه وصارت وقتها كانت بمحور اخر صار راضين عنا. ما حدا عم بيقى مين ما كان يكون إليح بيقى. مش بس لا مش بس إليح بيقى، في غير اشخاص ميشيل سميحه وغيره لطيف شو حابينهم عشو ما هو كانوا تعاطوا مع الاسرائيليه. فاذا كمان في استنسابيه بالتعاطي مع هالمواضيع. خلينا معلش ما حدا طاهر بهالبلد. بقى احسن نضب هالشغله وما نرجع نفتح هالملفات. طيب خلص بس هذا اللي بدي اقوله. طيب. لانه انا المشهد شفته طير لي عقلي. أوكي. مش قبلين اللي عم بقراه وعم بسمعه وعم شوفه مش مقبول. مش مقبول. واضح انه في جمر تحت رماد ويبدو انه عن جد ذاكره الحرب اللبنانيه ما خلصت ولانه ما صار في مصارحه ولانه ما صار في طيب مشهد ياسين كيف شفته؟ مشهد ساحة ياسين امبارح كان في احزاب مسيحيه وتيارات مسيحيه اجتمعت في ساحة ياسين، وهون معلش بدك تكون صدرك شوي رحب لحتى بدي انتقل لكيف استقبل الناس. هلا عم تحكيني السياسه بحكي قد ما بدك ما بعصب بس يعني. انا اللي عصبني فعلا هالحقد اللي شفته وهالطريقه اللي ما بقى في ما بقى في بس هذا دليل انه اسام يا استاذ يا عيني خليني اقول لك شغله. هذا دليل انه الحرب اللبنانيه بدي اعطيك مثل صغير فيها جرائم. نحن بعد نحن ما كنا على خصومه سياسيه كبيره. كنا على خصومة سياسية كبيرة مع الرئيس الحريري. نعم. وتستشهد كنا أول ناس نزلوا على الطريق ليحتجوا على اغتياله. ولأنه في حرمة للشهيد يا عمي، والله اللي بيموت دفع حياته، شو بعد بدكم وين لحقينه على قبره بعد؟ إيه بس لأنه إسرائيل يعني هي لا تشبه غيرها، لا تشبه غيرها. ما فيك تقول إسرائيل، إسرائيل لا تشبه غيرها. عظيم لا تشبه غيرها، هذا غير موضوع. ما ببرر. في ناس انقتلت عقيد 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 السورية، وناس انقتلت عقيد فلسطينية، وهن قتلوا كمان. طيب وانتوا كلتوا رجعتوا حطيتوهم محل الله للسورية بعد ما قتلوهم. طبعا وحطيتوهم محل الله للفلسطينية. ما لكم حق. بس اللي عم بيقولوا ما لها جريمة. طيب. ما لها اسباب تخفيفية. ما لها اسباب تخفيفية بس ما صدرت بلبنان عفوا عن جرائم عن ناس مدنيين. انا هذا اللي بدي اوصل له، الجرائم ما لها اسباب تخفيفية، انتهى الموضوع. ومش خلص. مفترض يصدر بس عفو. خلص هذا اللي بدي اياه. مش مفترض يصدر عفو يا استاذ الان. في عفو صدر عن مدانين وهلا هن مسؤولين ورؤساء احزاب بالجمهوريه اللبنانيه. كرمال هيك اذا بدنا نلحق منطق القانون المؤسسات بنرجع على هذا المنطق. بكل الاحوال شو رايك بمشهد ساحة ياسين؟ مشهد في عائلة شهيد. أوكي. اليوم بتعتبر انه تحققت العدالة، انه في واحد اغتاله وعم يتباهى بهالشيء صار له كذا سنة. اليوم اخيرا تم حكمته. اوكي طبيعي. طيب بالسياسة حتى ما رح اقول لك هلا بالسياسة لحتى ما نضل معصبين. انا وحيد مش معصب منك، انا عن جد والله العظيم اذا حدا قرى اللي صار هاليومين وكان مبسوط فيه بكون فعلا هذا المشهد ما بيبسط. المشهد ما بيبسط ابدا. انا خوتيه بس بكل خوتيه اللي عم بسمع. اوكي بالسياسه مشهد ياسين رح اقرا لك انا هي عم لك قراءه سريعه بس للموقف المسيحي وخصوصا لموقف تيار وطني حر، لانه تيار وطني حر كان من فتره على مسافه يعني من هذه القضيه، ولكن اليوم مع صدور حكم المجلس العدلي في قراءه بتقول انه لانه قبل اشهر من الانتخابات النيابيه صارت الاحزاب السياسيه كلها عم تتهافت لحتى تحصد اذا بدك بالوجدان المسيحي ما يمثله بشير الجميل، وانه صار في محاكمه بين مزدوجين عادله هذا الوجدان المسيحي اللي بيعتبرها هيك. اليوم تيار وطن الحر هو واحد من هول الاحزاب المسيحيه يلي دخل الى هذه الساحه، ولكن يلي بده يحصد التيار بهذه الساحه ما حصدوا على اعتبار انه هذه الساحه مقفله، والدليل اللي حصل امبارح بساحه ياسين عندما دخل رئيس تيار وطن الحر جبران باسيل اليها ليكون مع العائله يلي هي اخذت حكم بين مزدوجين عادل، وتم رفض وجوده عبر الصيحات يلي سمعناها وهو ما قعد كثير فل. حتى التيار وطن الحر بها
هذا الوجدان هو لا يستطيع أن يخرق هذا الوجدان. أنا ما لا ما بدي أربط السياسة بهالموضوع. ليه؟ ما وقفي مبدأ بموضوع رئيس بشير جميل. بس السياسة هلا شو بدي؟ نحن والقوات هلا في 100 ملف تختلفين عليه. والكتائب لأنه يعني هن بالآخر هذا الجمهور الموجود هو هلا مش أحسن حالاتنا لا مع الكتائب ومع القوات أحسن بس مش بأحسن حالاتها. طبيعي هو ردة فعل على الوضع الحالي بالسياسة. هلا الوضع الحالي بالسياسة شو بدي فيه؟ هيدي مناسبة هلا هو اختار ينزل هذا موضوع تاني. أنا ما بعرف يعني كيف إذا توجه له دعوة ونزل أو نزل شو ما كان. أنا لو عارف يمكن تنزل. أنا بالنسبة لي أنا في جريمة حصلت صار في محاكم عليها أنا مبسوط بشي ما بزعل لأنه أنا ما بقبل ينعطى ولا أي تبرير لأي اغتيال. هيدا المنطق إذا منبرره كل واحد عنده سبب ليقتل حدا. يعني بنكون جريمه مزدوجه عم نعمل. اوكي هلا هذا غير موضوع. فهلا بالسياسه اليوم واضح انه احنا علاقتنا نحن والكتائب اكيد مش باحسن حالاتها ونحن والقوات هلا في كتير زبزبات يعني قطع العلاقه بمسبزبه. اكيد هذا الجمهور عم يعمل رده فعل على الوضع السياسي الحالي. بس اليوم خطاب العهد انه في هذا العهد من بعد عهد امين جميل اللي هو خيه ومن بعد العهود اللاحقه اليوم بشير جميل ما حصل على هذه المحاكمه. اليوم حصل على هذه المحاكمه بعهد الرئيس ميشيل عون وانه هذا لك الخطاب يلي هلا مسار القضائي انا مش مسؤول عنه قد ايه بيخلص ولا لا. لا لا عم بحكي عن عائله الرئيس بشير جميل يلي امبارح عائلة الرئيس بشير جميل امبارح يلي ما كان لها ولا موقف بهذا الموضوع يعني ولا حتى مناسبة مش هلا نحن ما قلنا علاقة فيها مسار قضائي بحت كان فيه خلص من سنة أو من سنتين ما قلنا علاقة فيه. أوكي. ما له علاقة فيه هذا موضوع ما يعني له علاقة أنه هذا عهد الرئيس ميشيل عون هلا المجلس العدلي اليوم اليوم لحس لخلص المحاكمة يعني أمتى بلش فيها هو ما بعرف امتى بلش سنوات ما بعرف ما بعرف انه امتى رجعت تحركت تحركت عظيم من القضاء يقوم بواجباته ونحن مبسوطين انه القضاء يقوم بواجباته. طبعا هيدي بتتسجل المؤسسات عم ترجع تشتغل. اما اليوم ليش طلع الحكم اليوم ما طلع من سنه من سنتين هذا ما بعرف عند القضاء. فاذا مش موضوع مرتبط ولا جايين نستثمره بالسياسه باستثناء انه ايه اذا نحن بمبدا عام كل الملفات اللي الان بالقضاء ينحكم فيها خلصت. هيدا بنتمنى مش بهذا الملف بكل الملفات بس. طيب بدي ارجع لجلسات الموازنه ايه نروق شوي لانه بدك تروق انت بدك تروق انا رايقه. لا والله لا اليوم لانه فجأت لانه مفعل لك بالعاده لأني ما تكون لك بالعاده انه شد منك الكلمه هيك لانه بضلك اليوم لتشوفي قديش انا محقون من يلي عم بقرا صار يومين مش مقبول عم بقرا يعني عن جد. بس ممكن برايك انه هذا يجر لتوتر جديد لانه في اذا كملوا هيك اكيد طب شو رأيك هالحفلة الأخوات؟ طب شو رأيك بحديث أنا أبتدي دجاجة قبل ما نخلص من هذا الموضوع شوي لأنه كمان بهذا السياق بدي أسأل رأي صغرتوية قبل ما تسأليني سألي رأيهم شو فيك شو ضيف صغرتي ويسألي رح أسألهم بس إنه بس إنه أنت كمان يعني أنا أكيد شو أنا ما بدي أي يعني أكيد سقطة لما نقول هفوة سقطة كبيرة على كل حال وعلى أساس في مصالحات وعلى أساس في لقاءات بيناتهم أنا ما بشمت بهالوقت واحد بيصوت بكفي اللي وقع فيه لأنه مش هين الوقعة اللي وقعتها. كيف رح تأثر عليهم برأيك؟ ما هلا هيدي بدك يعني هو لأنه كان لافت ما بعتقد فيها إيجابيات كلها سلبيات بس بقصد أنه كان لافت أنه عشية أنه محاكمة حبيب الشرطوني يطلع هذا يعني منيح هون إذا عم نحكي عن مسار عدالة بس أنه صدف التاريخ اليوم عاتهم بالكونكور دي سيركونستانس أو ما بعرف كيف صارت بس أنه وثبتت الجريمة يعني وصل له فترة القوات عم بيحاولوا انه يبعدوا حالهم عن هذه المجزرة يعني ويبعدوا حالهم. اشمت بشي بس اكيد يعني يعني وكنا معنيين فيه مش بس زهرتوية يعني طبعا من هذا المنطق عم بسألك المنطق هيدا لازم نطلع منه يعني الناس لازم تتجاوزوا وبدل بعد انه عندي كتير ناس بعد ما تجاوزت الحرب وبعدها بمكان ما بداخلها عندها أحقاد لازم تتجاوزها يعني هذا الشيء ما بطمن انه بعد في هالخلفيات موجوده اليوم حتى على مستوى مسؤولين يعني مش على مستوى بس راي عام. ف بس على كل حال انا يعني مش لانه المسؤولين ما بدي يشاركوا بالحرب انا ماني من النوع اللي بكب زيت على النار بس اذا قلتي لي اي شو صار بقول لك اكيد سقطه كبيره. طيب موازنة سمعنا كلمتك كانت نارية وعم نشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي كأنك عم بترد على النائب سامي الجميل. هلا مش سر يعني هذا الموضوع بس
خليني يعني هيك كون كتير صريحة معك وقال لك أنه الرأي العام كتير عم يتأثر بسامي الجميل، لأنه دايما يمكن في التفاف على المعارضة، بس كمان ما في يعني باستثناء هذه الكلمة اللي قلتها بمجلس النواب اللي سمعوها اللبنانيين لأنه سأبد أنه كانت جلسات علنية، ما في منكم رد وهجوم دائما أو دفاع أو حديث عن مشاريعكم مثل الرد اللي سمعناه منك بمجلس النواب، وبالتالي دايما تصوروا على أنكم الحلقة الأضعف في هذا المجال. أول شيء يعني في رأي عام بيسمع له، في رأي عام بيسمع لغيره، مش مزبوط إنه كل رأي العام بيسمع له، بس على كل حال وهذا حقه، هو عم بيعبر عن وجهة نظره. وأنا حقي إنه عبت عن وجهة نظري وجهة نظر فريقي كيف بنظر للأمور. وبالآخر هاي المناسبات مش لعرضات إعلامية، وأنا دائما بهالمناسبات بتردد أطلع أحكي أو لا، وبنطر صراحة ما بحضر كنت كتير قبل، لأنه بنطر لشوف كيف الاتجاه. وإذا بحس في شيء ضروري أقوله بطلع بقوله، وإذا بحس ما عندي شيء أقوله بقطم. طيب أنا كان أكيد ضروري إنه اليوم بحفل التضليل عم بتصير أوقات تبه، مش في وجهات نظر محقة عند الناس تكون مختلفة حول ملفات، ولا بقول لك أنا عندي مقاربة بموضوع الموازنة هيك، أنت عندك مقاربة هيك بهالضريبة هيك بالضريبة هيك، كله هيدا مشروع وأصلا كل النقاشات بتصير وفي عدة آراء. إنما انه اليوم يكون في تضليل للرأي العام شيء طبيعي واستهداف سلبي. بشو صار في تضليل؟ تضليل بوقائع واستهداف سلبي لكل اللي عم نحاول نعمله من دون موضوعية او من دون وقائع. صح طبيعي انه انا بدي اطلع وبدي اوضح هالشيء وبدي اشرح وجهة فريقي وعلى العهد يلي انا يمثلني وهو يحاول بصدق أن يغير الواقع اللبناني، وهذا كان على الأساس كان كلمته. وبالآخر خليني أقول لك شغلة، نحن جينا وأنا شرحت وكنت واضح، نحن اليوم أمام واقع عم نرجع نجلس كل الإعوجاجات بالبلد. طيب وعم نمشي بمسار تراكمي، حجرة ورا حجرة ورا حجرة، ما حدا معه حتى عصا سحرية بما فيه زميلة سامي جميل بيقدر يغير الوضع، وهو كان شريك أساسي في كل الحكومات السابقة من 2005 لهلا. نعم صح ولا لا؟ فإذا مزبوط. طيب فإذا اليوم أوكي ما أجب في حكومة أو اثنين ما شارك فيهم، بس بمعظم الحكومات السابقة كان موجود. يعني اليوم ما في أمور ما كانت تصح قبل صارت تصح هلا، ما في هو يقول مرة بيقول إنه وقتها نحن كنا عم نحكي عن 11 مليار بيقول هودي لا هو 11 مليار ما فيهم شيء وما بعرف شو، شوي هلا بصير عامل بطل انه قطع الحساب. عليه ما نفوت بمزيادات، ما كمان الناس بدها تعرف. نحن اليوم اللي بدي اقول جينا نحن امام واقع. نحن امام واقع، هذا بيطلع صوته لان بس يتحرك. طيب نحن جينا امام واقع في موازنه صار مجال انه نقدر نعملها. طيب هاي الموازنة أول شيء هي مستقلة عن قطع الحساب أصلاً، أنت تعرفي بالدستور بيقولوا بتقرر الموازنة إنما لا تنشر قبل أن يقر قطع الحساب. بس الموازنة فيها تقر، وبالتالي في يطعن لأنه في اتجاه للطعن يبدو. إقرار الموازنة أولاً، إقرار الموازنة اسمعي لأجل أقلك، إقرار الموازنة منفصل عن نشر الموازنة. أوكي. طيب وقتها بتنشر الموازنة فيك تطعن بالجريدة الرسمية، هذا هون أوكي مزبوط. طيب هلأ نحن جينا عم نقرر موازنة، صلنا قصة قطع الحساب. قطع الحساب عم نواجه مشكلة مزمنة اسمها أنه بـ 93 أخذوا قرار بعض الحرب اللبنانية، وكان قرار خاطئ كليا بوقتها، أنه منسفر حسابات الدولة وعلى الأساس منبلش نعمل موازنات. نعم. يعني أنت ميزان الدخول جيت قلت أنت بـ 93 حسابات الدولة صفر، وبلشت شو اشتغلت شو عملت ب 93 شو فات شو ظهر، بلشت تمشي هيك. ديوان المحاسبه ما كان يصدق ولا حساب، ما بيعتبر ما لكم حق تحطوا ميزان دخول صفر. نعم. ومن وقت من وقت لهلا ولا موازنه طلعت بلبنان صار في تصديق على قطع الحساب اللي نعمل. صحيح. ده. زيدي عليها ارتكاباتهم وخلافات كتير هلا ما بدي فوت فيها، واعترفت فيها وزاره الماليه وقت اكتشفت شو عم بصير بالوزاره. هيدي هلا ناطرينها بحرب من الجمر انه تنعرض على مزبوط. جينا اتخذنا قرار بال 2011 بايام الوزير الصفدي كان وزير ماليه وحكومه الرئيس مئاتي انه نرجع حتى ما يضل ما نمشي الموازنه انه نرجع، وكانت على فوق اللي اخذ القرار مش الحكومات كانوا مشاركين فيها، هن الحكومه ما كانت مشاركين فيها.
خدنا قرار نرجع نكون كل الحسابات السابقة حتى نحل هالمشكلة بقى ونقدر نطلع موازنة وقطع حساب توافق عليه ديون المحاسبة ونكشف حقيقة شو صار بالحساب. شو صار بالـ11 مليار؟ بلشت وزارة المالية بجهد جبار لأنه يعني وتعاقبوا عليها الوزير الصفدي وبعدين هلأ وزير علي حسن خليل وعفوقة بالوزارة صاروا يجيبوا ناس من غير دوائر وغير مصالح ليعملوا إكيبات ليقدروا يرجعوا عم ترجع تكوني كل حسابات الدولة من 93 للـ2000 و16 اعتبري او 15 لقطع الحساب اللي بدنا اياه هلا 15 اي طيب عم ترجع تكونيهم كلهم من الصفر يعني كل اكريتير بالدوله كل يعني عم تحكي الاف والاف والاف أوكي. وعملوا جهد اخذ معهم اكثر مما توقعنا انه كانوا يقولوا لنا هيدا هلا تقريبا صاروا مخلصين 80% من الشغل اوكي عم بيقولوا بعد عندهم 20% من الحسابات اللي يخلصوها ليعرضوا كل الحسابات على المجلس النواب ساعتها بيبين شو اذا صار في اخطاء ارتكابات اذا حتى نبلش نحاسب جينا مع اساس بيخلصوا ما خلصوا ضل في 20% نحن بهاللحظه بالذات صار عندنا امكانيه انه نطلع موازنه انما الحسابات بعد ما خلصت طيب في حل من حلين نبقى على الحاله اللي نحن موجودين فيها وبنزيد سنه اضافيه بلا موازنه يعني صرنا السنه 13 بلا موازنه او بنمشي الموازنه بانتظار تنتهي الحسابات لنقدر نعمل قطع الحساب بشكل نهائي ونحاسب عقل المرحلة السابقة كان عندك هالخيارين أوكي. يعني عندك مش انه اليوم يعني وين التضليل عم بيصير وقتها بيقول النائب سامي جميل او مين ما قال انه والله نحن بدنا الموازنة مع قطع حساب ما هو عارف انه ما بيطلع قطع حساب لما يخلصوا الوزارة المالية كل حسابات الدولة من 93 لهلا مش انه موجود وما عم نعمله وبالتالي قطع الحساب رح يصدر بالموازنة 2018 هو عم بيقول بلا موازنة اللي عم بيقول هيك عم بيقول بلا موازنة خلينا نمشي شو معناتها خلينا نمشي هيك يعني احنا نمشي على موازنة 2005 شو عم بيصير على 2005 2005 موازنة قيمتها 10000 مليار مبوبة بالتفصيل لكل وزارة وكل إدارة شو بتصرف وعلى شو 10000 مليار نحن نصرف 24000 تركي لهم 14000 مليار للشباب يتصرفوا فيها مثل ما بدهم هيك بفضل هاي الشفافيه هاي وقف الهدر هاي ضبط الفساد ولا انا اذا صار لي اليوم انه ال 24000 مليار اضبطهم بوبهم حط سقف حط عين عليهم بكل شفافيه اعرف كل واحد شو عم يصرف بوزارته وبادارته عفوا خليني اخلص هالجمله وبضبطه بانتظار تخلص الحسابات ونعملها بقول لا اكيد انا بدي اضبط بضبط الحاضر وقتها بصير في امكانيه لحساب ماضي بحاسبه انا ما هو اللي عم يعزمنا عليه انه الماضي فلتين وخلينا فلتين بالحاضر هذا عم بيقوله عمليا اللي بيقول انه ما تقبلوا بهالحل اللي بدي توقف عن فصل الإعلاني من بعد الفصل الإعلاني بدي شوي أحكي بعد عن قطع الحساب بدي أحكي عن الإصلاحات يلي وردت بتقرير لجنة المال والموازنة بدي أحكي عن قلت بكلمتك عن التشكيلات القضائية إنه شو المانع منا نعمل تشكيلات قضائية وتشكيلات دبلوماسية وإلى آخره بس وقصة الكهرباء بس هول ثلاثتهم هن ملفات اليوم نقب سامي جميل عم يعمل متركاج عليكم فيهم على اعتبار إنه حتى ما دخلتم إلى السلطة دخلتم في مسألة المحاصصة والتشكيلات القضائية كانت على شكل القوى السياسية هو ما خلى حدا كتائب معطفي هلا جاي يحكي عن المحاصصة خليني أتوقف فاصل عن نفسي شرفكم يعني بصيروا يدعوا الطبوية ولا بالأداسة يعني عن جد فاصل قصير ومنرجع عودة لكم مشاهدينا ولحلقتنا اليوم مع النائب ألاعون عضو تكاتل دخل الإصلاح بدي أرجع رح فيك كنا قبل ما ندخل بالفصل الإعلاني عم نحكي طبعا حكينا عن المشهد تبع الساعات الماضية وحكينا عن مشهد الموازنة قطع الحساب خبرتني السياق الأمور كيف صارت بس اليوم النائب سامي الجميل في بعض الملفات يلي هيك بكلمتين بسيطين اليوم الناس بدون يعرفوا أنه التشكيلات القضائية يلي انكتب عنها كتير أنه هي ما كانت إلا على شكل محاصصة للقوى السياسية اليوم مشاركة في الدولة حتى التشكيلات الدبلوماسية أيضا وكل اليوم الإدارة بالدولة كانت عم تجي على شكل المحاصصة في الدولة اليوم هول الملفات الناس ناطرين خصوصا الكهرباء الناس ناطرين منكم لو كلمتين أنه يعرفوا أنه اليوم شو عم بيصير مثلاً بملف الكهرباء على سبيل المثال ملف الكهرباء عم نقشوا الحكومة
ايه هلا طب والمناقصات وليش راحوا ورجعوا ما في لانه ما نجحت المناقصه اكيد مش ما نجحت يعني شروط المناقصه انه يكون في اكثر من شركه ما تامنت يعني شروط كثير عاليه بدهم كهرباء بثلاث شهور اكيد ما في كثير ناس حجازه لتعطي كهرباء بثلاث شهور مشكلتك انه عم تواجهي واقع هيك انت بدك شيء سريع ما عندك طرف تنطر كثير ووقتها بدك تروحي بهيك منطقه ما في كثير شركات تحت تتاهل هلا فتحوا باب انه يفوتوا قصه ما عمل بالبر هلا رجعوا مددوا للشركات اللي قدموا صراحة انا ماني متابع بالتفصيل الملف لانه هذا موضوع بقلب الحكومه طيب يعني منه عنا مجلس نواب وبالوزاره مش انا ماني من اللي عم بتابع بس عم بصير في كثير عليه تجهيز مزبوط ما عم بقول لا بس عم برجع اقول لك ايه نحن امام حاله يعني واقع كلنا بنعن منه اسمه انه كهرباء عم تفخت الدوله سنويا باكثر من مليار دولار تقريبا او بمليار دولار تقريبا سنويا اوكي واوقات اذا علي سعر النفط باكثر طيب لازم الدوله تعمل رده فعل حتى تقدر تحل هالمشكله هذه مشكله ماليه على الدوله ومشكله ماليه على المواطنين عم يدفعوا حق كهرباء غالي لانه عم يدفعوا الموتورات اغلى من ما المفروض يدفعوا تعرفه الدوله فمشكله مزدوجه طيب الوزاره عندها خطه معينه على اساسها عم تقول بهالطريق بنقدر انا حل المشكله يصير عندي 24 ساعه كهرباء يعني انا بدي ازيد الانتاج بدي اعمل معامل جديده بدي زيد الانتاج وبزيت الوقت اكيد بدي وقف الموتورات وعلي تعرفة الكهرباء شوي اكيد لحتى سكر لانه اليوم كهرباء مدعومة عم تخسر الدولة يعني احنا المواطن بيدفع كهرباء بلبنان بكلفة اقل مما الدولة بتنتجها اوكي طيب جيتي انت قلتي فاذا عمليا انا بدي انما للدولة هيك بدفع بس للموتور بدفع على اغلب كتير شو صار بفترة الموتور لانه كان في كلاش كان في اشتباك بين وزارة في الطاقة والموتور في عم تحاول الوزارة هلا حتى تضبط قصة الموتورات انه تفرض عليهم عديدات حتى يصير المواطن ما يدفع اكثر مما يستعمل لانه احنا اليوم رفضوا العديدات هلا هذا الاشكال اللي صار هلا بعتقد في قصة انه ما بيلحقوا للكل مش موجود للكل وشي من هالنوع او انه في مافيا موتورات اليوم عم بتواجه الدولة في اليوم مصالح كبيرة واضح انه هلا انا ما بدي اجي يعني اتعاطى بسلبية مع اصحاب الموتورات باي معنى وانا ذكرتهم بكلمة المجلس النواب انه مزبوط هن غطوا عجز للدولة لو الدولة كانت مقصرة تعطي كهرباء للمواطنين اجوا هن فاتوا على القطاع انا مشكلتي انه هذا القطاع فلتين من الدولة فلتين ماليا وفلتين على راسه طب ليش طب نحن اليوم نجار بيشتغل بيدفع للدولة ارباحه اي مهنة اليوم بلبنان ليش هاي المهنة الوحيدة اللي تقبض ما بتدفع طب مثل على ايه تساوى باقي الناس بتقولي لي مش شرعيه ما بدي اعطيها حق ما بعرف مزبوط لا ما كمان هذا المنطق خلى انه مئات الملايين من الدولارات تروح وتطلع ومن الدوله ما تاخذ منها قرش طب في مكان انها الدوله انه بدها ما فيها تعترف فيهم كامر واقع بالنسبه لشغلهم بزيت الوقت ولا لا انا ما بدي اقرون لانه بكون عم بعطيهم حق مكتسب او عم شرع لهم وضعهم في شيء هون سكيزوفرينيه عند الدوله بدها تعالجها لازم تعالجها بهالموضوع انا هذا اللي اشرت له طيب بانتظار هالدوله تقوم بمهمتها نحن بنعرف انه نحن بحاجه لهالحلول البديله هالحلول البديله اللي مسلمين فيها كامر واقع طيب كمان هي بدها تعرف انه في لها ضوابط على قليل الدوله مش قادره تحط لها ضوابط طيب مش قادره تشيلها حط لها ضوابط من ناحيه هلا الاعدادات انه اذا اليوم الدوله حسنت بالتغذيه الدوله حسنت بالتغذيه نسبيا لانه صار في معملين جديد طيب هودي ما فينا نضل المواطن يدفع مقطوعه يدفع فاتوره صح مقطوعه صح. طيب انت ما عم تجي بس وين صارت العدادات لانه سمعنا انه مزبوط كان في اراده من وزاره الطاقه انه تعمل عدادات بس هن رفضوا وكان بعتقد المشكل الكبير صار انه ما عندهم اعدادات كافيه ما فيهم يوقفوا كل شيء بعتقد اللي تفهموا عليه اذا ماني غلطان لانه وقتها سالت الوزير عنه انه عملوا تمديد بلشوا قسم بالعدادات الموجود او صار هلا بلشوا اختياريا للمواطن اللي بيطلب مجبورين يحطوا له شو صار اجوا قالوا غير ولا الكل ركبوا الكل اجوا قالوا ما عندنا عدادات هون قيمه القيمه على العظيم في كميه عدادات محدوده بنبلش بالمواطن اللي هو بياخذ مبادره بقول انا لصاحب الموتور بدي اركب عداد ما في صاحب الموتور يرفض له طلب هون دعوه لكل المواطنين انه يطالبوا كل اصحاب الموتورات
انه يركبوا عدادات، وهون ساعتها اذا ما ركب لهم يتشكوا. يعني بنبلش دفعه ورا دفعه بانتظار يستكمل عدد العدادات. طيب خلينا انت شوي للسياسه، الا اذا بدك تشير لشيء بهذا الموضوع، لانه بدي احكي شوي انتخابات والعلاقه مع الرئيس سعد الحريري. خليني بلش بالعلاقه مع الرئيس سعد الحريري، كان فيها توتر اخر فتره. التسويه اللي اوصلت العماد ميشيل عون الى رئيس الجمهوريه اللي هو الاتفاق الداخلي يعني، ورئيس الحكومه سعد الحريري الى رئيس الحكومه باخر شهر كان عم يضعضع من بعد لقاء. مظبوط. ليه؟ ولا لحظة صار في توتر مع رئيس حريري، صار في توتر مع بعض محيطه. مظبوط. وحتى ما هو ليش هو كان راضي عن مثلا لقاء وزير الخارجية بيقرأ؟ لا مش راضي، بس ما صار في توتر. مثلا منه راضي، بس عم بقول ما صار في توتر بالعلاقة. طيب اوكي، في تباينات، مش كل شيء عم بيصير على ذوقه، ولا كل شيء نحن يمكن بيصير على ذوقنا. انما ولا لحظة كانت العلاقة مهددة رغم كل شيء نحكى عنه، بس هذا اللي بدي اوضحه. اوكي. ما كانت مهددة. لا. كيف العلاقة؟ العلاقة ممتازة. ما عبركم عن امتعاضه من انه اليوم فيه. ما فيكم انه الرئيس سعد الحريري اليوم قد ما عم يقدر عم بجرب انه ينقب لبنان عن المواقف الخارجية، خصوصا السعودية منها يلي هي عم تدعي الى التصعيد صعيد على صعيد داخل لبنان، بالوقت اللي كمان انتم عم تزركوه بالداخل وعم تدفعوه الى الحوار مع الحكومة السورية، وهو هذا موقف مبدئي وسياسي. لا بيعرف انه اللي حصل منه موجه له، لا لاحراجه ولا لزركه. نحن عنا قناعة انه بموضوع النازحين بدنا نعمل كل شيء بما فيه اذا احتجنا نتصل مع السوريين من اجل هالشيء. طب هو عنده وجهة نظر مختلفة لأنه بالسياسة مختلفة. كيف رح تحلو هالمسألة؟ نحن هلأ مش جايين نحكي نفوت لبنان باصطفاف سياسي، نحن عم نتعاطى بموضوع تقني بحت اسمه النازحين. مش عم نفتح الموضوع ل... يعني نغير بيه. بس ممكن يكون هذا مدخل إلى التطبيع مع الحكومة السورية على الأقل. هذا ما يراه. ما في تطبيع بالمعنى السياسي. هذا ما يراه الرئيس الحالي. يا سجل، نحن عارفين إنه بلبنان اللبنانيين في ناس عنده علاقة منيحة مع النظام وناس ضده، مش هيك؟ صح. طيب هيدا مهني بظل هالتسوية ما في سر حدا بهالموضوع. مزبوط. طيب عظيم، هيدا حاطينه على جنب. ما فيش قصة تطبيع بالزيد أو تطبيع بالناقص. كل الموضوع اليوم إن نحن اليوم بحاجة بمواضيع عديدة قد نحتاج إلى حد أدنى من التواصل مع الجهة السورية. مزبوط؟ في اوقات اتصالات عم تصير امنيه، في اتصالات على حدود لوجستيه، في ما بعرف في 100 شغله. هلا موضوع هلا الرئيس الحريري عنده موقف اكيد معروف بالسياسه من النظام. نحن بهالموضوع ما عم نعترض، نحن بمعنى انه محترمين هال اذا بدك مساحه النقي بالنفس المطلوبه على صعيد السياسه بالتعاطي مع النظام. بس لقاء الوزيرين الخارجيه بنيويورك ما كان ما بدل على هذا الموضوع. طيب. ما بدل على انه اليوم كان في احترام لرغبه الرئيس سعد الحريري، على الاقل هو هيك راى. طيب يعني عنده وجهه نظر بهالموضوع، في وجهه نظر مختلفه عندكم. طب شو بس ما ادت لتوتر بالعلاقه. طيب شو رح تعمل موضوع النازحين؟ هل في حوار مع رئيس سعد الحريري؟ هل يمكن حل مساله في رئيس الجمهوريه اليوم عم بيحرك هالموضوع، وحركوا مع سفر يعني الدول الخمسه العظمى والامم المتحده والاتحاد الاوروبي وغيره. اليوم نحن رافعين ورقه بوزاره الخارجيه للحكومه للمناقشه، ومفروض انه الحكومه تحدد باحدى جلساتها هالموضوع من اجل نحن هلا بالنسبه لنا بهالمرحله مع 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 يعني خفت وتيره الصراعات العسكريه او المعارك العسكريه بسوريا، وصار في مساحات اكثر واكثر، صار فيها نوع من استقرار امني. نحن عم نجي نقول للمجتمع الدولي تعالوا بلشوا هلا مسار عوده السوريين. كيف؟ يعني وقفوا هلا تعززوا لنا المساعدات حضور مساعدات السورية ليبقوا بلبنان. أوكي. او بدول. كيف العودة؟ كيف آلية العودة؟ آلية العودة هون بيدخل أسأل. اكيد عم نحكي هون بندخل نحن بقصة كنت نحتاج نحكي مع بالمناطق اللي فيها السورية. ايه طبعا، لانه هيدا مناطق تحت سيطرتها، واذا بيلاقوا بمناطق تانية فيها تحت المعارضة السورية ينحكى معها، ما في بروبلم. أوكي. ينحكى معها من ضمن الامم المتحدة، من ضمن اي. شو المخرج اللي ممكن انه تلاقوه مع الرئيس سعد الحريري بهذا المجال؟ هل صار في حديث بالمخرج ولا بعد؟ هلا احنا عم نناقش بهالورقه، ويعني بس تنطرح بنحكى فيها. طيب اليوم باخر جمعه جمعتين او شهر يمكن عم ينحكى عن احباط سني، معلش خليني اقول لك شو والله جاوب عليه الرئيس الحريري. ليش رح اقول لك شو؟ بس هلا رح اجاوب على غير شيء بس متعلق بهذا الموضوع، انه اليوم حتى فريق رئيس الجمهوريه اليوم او تيار الوطن الحر من بعد ما وصل الرئيس القوي وصار التيار في الدوله اليوم يشارك في هذا الاحباط السني عبر زج الرئيس الحريري في الزاويه، بحيث انه حتى الوزير الشفيفي صار يتميز عليه بشارع سنه بنقاشاته وبمواقفه عفوا،
مؤخرا شفنا الوزير المشنوق، يعني حتى اضطر الوزير المشنوق اللي هو من فريق عمل الرئيس الحريري انه يطلع بصوت مختلف عن الرئيس الحريري بس لحتى يمتص هذه النقمه والغضب السني يلي هو نتيجه كثير من العوامل، وابرزها ايضا انه اليوم انتم ما عم تتركوا يتنفس على هذه الساحه الداخليه. اول شيء الرئيس الحريري جاوب على الموضوع، قال ما في احباط فني، هي واحد. اثنين يعني انتم عم تحكوا بمنطق، او اللي عم يحكي مش انت يعني، دائما انا وقتها بقول انتو سوري يعني ريفلكسي هيك، بس انا عم بقصد ورا اللي انت عم تسميه يعني مش انت. انت على سلامتك، ما عندك مشكله. طب لا انا بيعملوا ردت عليك فعلا بدك فعل عليك مزبوط ما في مشكله بحمل ايه. لا بقى ال ال وجهه نظر اللي عم تقول هيك عم تيجي تقول وكانه السنه السنه يا بدهم يفتحوا مشكل بالبلد او يضلوا فاتحين نار على كل العالم، يا اما هن محبطين. في الرئيس الحريري عمل خيار وقت طلع أيد الرئيس عون على رئاسة الجمهورية إذا بتتذكري، عمل عرض كتير كبير وطويل وفوق، كان أحد خطاباته التاريخية للرئيس سعد الحريري ببيت الوسط. ببيت الوسط وقت شرح فيه كل المرحلة السابقة وفسر ليش هو عم يعمل هالخيار التسوية اللي هي أكتر بس من انتخاب رئيس. مزبوط. وتحديدا كان عم يفسر كل هالمرحلة اللي وصل لها التمسك باتفاق طائف. فإذا اليوم يوم الرئيس الحريري ياخد خيار طبعا الاعتدال، هذا واضح، مش التطرف السني او غيره او 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 شيء من هالنوع، وبذات الوقت خيار التسويه والهدوء والتهدئه في الداخل اللبناني وتحييد لبنان عن الصراعات الاقليميه، ولو في تباينات بينه وبين افريقيا اساسيه من البلد ولا سيما حزب الله حول ملفات جوهريه، إن كان على مستوى سوريا، إن كان على مستوى سلاح حزب الله، إن كان على مستوى الصراع العربي الإيراني إلى آخره إلى آخره. رغم هالشي ومشكورين اثنيناتهم وصلوا لقناعة أنه تجربة المواجهة الإقليمية عبر الساحة اللبنانية اللي كلفتنا من 2005 لل 2016 أزمات وشلل وعجز وبلد واقف على كل المستويات، جينا قلنا لا، أول تجربة عملناها بحكومة الرئيس سلام، وثاني تجربة هلأ من وقت انتخبنا رئيس الجمهورية العماد عون، هي إنه نحن نجي نقول نحن بدنا نكمل نحط ربط نزاع بالخلافات الأساسية اللي عنا إياها، بس كل الباقي البلد بدنا نمشي ومحكومين إنه نضل على طاولة واحدة. باللحظة اللي في صراع مذهبي اليوم بكل المنطقة بكل ساحات المنطقة دموي بكتير محلات، قاعدين هالفريقين يلي هن بيعبروا عن هالمذاهب على طاولة واحدة وتحت سقف واحد، طيب هيدا الخيار سليم ولا لا؟ الآخرين عم يدعوا لنروح إلى صراع دموي مثل ما حصل هونيك، أو إلى صراع مثل عشناها 12 سنة ما عمل شيء غير أنه يعطل البلد ويوقفه. بس هيدا الرئيس الحريري اللي عم يعمله مشكور على مواقف الوزير المشنوق اللي هو من فريق الرئيس سعد الحريري واللي هو اليوم وزير داخلية شارك معكم بالحكومة، كيف تقرأ هذه المواقف اللي هي متميزة عن رئيس سعد الحريري؟ لا، وزير المشنوق منه متميز أبدا، كان حتى سباق منذ حكومة الرئيس سلام بموقفه المعتدل والجامع بما يخص التسوية اليوم بالداخلية، وبعتقد في حزب الله يقلك عن هالشي لأنه طيب عظيم هيدا الشيء ما بيمنع أن الوزير مشنوق ما بتسقط له هالشغلة أنه والله أفكاره أو أوقات تبينه بوجهات النظر حول إذا قصة اللقاء اللي صار بنيويورك أو هيدا كمان أكيد عنده هامش هو يتميز ويختلف معنا فيه. بس هيدا أبدا بأي لحظة أنا اليوم ما شفت بأداء الوزير مشنوق أبدا إلا زيت الاحترام لمنطقة التسوية والمحافظة على الاستقرار الداخلي. نعم. طيب انتخابات نيابية في تسليم انه في في وقت الانتخابات النيابية معنا وقت؟ لا بدي احكي شوي فيها. لا 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 بمزح. يلا في شو؟ في تسليم انه في خسارة لمقعد ببعبدة؟ لا ما في تسليم. ما في تسليم. هلا انتبهي اليوم إذا أكيد اليوم إذا رايحة على لوائح رح تتأهل كلها إيه بيصير في تقاسم للمقاعد، النسبية بتقول إنه إيه بس في احتمال إنه والله اللائحة تانية ما تتأهل ونأخذ كل النواب، يعني عم بعطيك فرضية نظرياً نظرياً إيه؟ نظرياً بس نظرياً المنطق بالنسبية بيقول إنه إيه تتقاسم المقاعد بكل الدوائر يعني لأنه ما حدا بالنسبية بيربح كل شيء إلا إذا هو فعلاً عنده قدرة إنه يجيب فوق 90%. بس هيدا بعبدة بس هيدا بعبدة يعني هيدا معقل التيار يعني هيدا يعني هاي بعبدة يعني ما بحياتها كانت إلا أكثر من 80% مع تيار اليوم قديش بحق حد أقصى 50%. لا لا ما خص ما خص بعبدة أو غير بعبدة اليوم منطق النسبية بيقول إلا إذا أنت عم تقلي طب ما فيك ما بس عم تقلي حضرتك إلا إذا كان فريق كتير قوي أنا عم أقلك إنه هاي بعبدة
يعني هيدا بعبدة ما بدي اس ما بدي استبق انا قد ايه رح ناخذ كنسبه نحن بلايحتنا وفقا لشيء بيتحدد قد ايه بناخذ، بس انه شيء طبيعي انه المنطق يقول سناخذ الاكثريه انما بالاخر قديش عدد المقاعد 100%؟ لا ما في لك من هلا، لانه هذا مرتبط بالنتيجه النهائيه. طب اذا انتم مسلمين او انه مسلمين بمنطقه انا بدي اعطيك اكزامبل، اذا بتاخذي معي ما خدي شيء رقمي اذا بتاخذي كتله النائب ولي جملات لحالها بنتائج 2009 تقريبا جايب شبه حاصل انتخابي لحالها تقريبا مدى دفشه، طب هيدي رح تروح مقعد اذا نفترض انه طيب اذا يعني يعني قصدي في عدد اصوات في عدد اصوات للائحه الثانيه إذا كان بلايحة تانية يعني ممكن تسمح إنه يجي هلا بمعزل عم يربح بيربح المرشح الدرزي بيربح المرشح المسيحي فيها وهذا موضوع تاني، بس عم بحكي إنه في عدد أصوات كانت خارجنا أصلا يعني ممكن واضح هلا ممكن حلو فيه تغير الأمور بمنطق النسبية، طالما عم تقول إنه بالنسبية بمنطق النسبية دايما ما في فريق بياخد كل شيء، في فريق بتكون تتقاسم هذا منطقة بس برافو كثير منيح. يعني أنتم مسلمين إنه ممكن واحد مروني إنه ما يكون موجود كيف؟ ما ليش ما بدي استبق ليش بدي لا عم بسألك كل كل بمنطق انه تقاسم النواب كلنا معرضين، ممكن ما يكون في ماروني ممكن ما يكون في درزي ممكن ما يكون في شيء يعني. طب رح تدلوا نفس المرشحين هلا هذا الموضوع عم نحسمه هلا، نحن صرنا بالمرحله الثالثه على صعيد التيار مبدئيا هالجمعه بيخلصوا كل الاحصاءات، جمعه الجاي مبدئيا بيكون خلصنا كل هالمرحله ببين معنا بشكل نهائي شو الوضع الانتخابي تبع كل مرشح وتبع هيدا، وعلى اساسها بناخذ موقف. هلا نحن بالمحلات يلي رح يكون في عنا ما يكون عنا في تحالفات بنبقى على رح نبقى على اللي بيتاهلوا بالاليه، بالمحلات اللي ممكن يكون عنا تحالفات اتفقنا انه حسب الاليه حسب الترتيب إذا بده يفوت حليف بده يظهر واحد من عنا بداله. في حديث عن إنه اليوم بعبدة طالما هيك هيك إنه النظام النسبي هو يفرض عليكم إنه في خسارة لبعض النواب، في اقتراح إنه يكون في وجوه جديدة بعبدة، ممكن نشوف وجوه جديدة مرشحة ولا لا؟ هيدي وفقا لمعطيات نتيجة الاستطلاعات وشو عم تعطي. طيب التحالفات بعبدة كيف رح تكون؟ لأنه اليوم في حديث إنه حزب الله ما رح يشارك معكم بنفس اللائحة في بعبدة. مين قال لك هالشيء؟ عم بسألك. مين عم بيحكي الحديث؟ لا. طبيعيا حتى انا قريت يعني مره انه حضرتك اتصلت او مش حضرتك يعني بس انه في اتصالات باشخاص شيعة يعني من أتاي الوطني الحر هن كانوا شيعة، يعني مثلا قريت انه في اتصال مع رمزي كنج ليكون معكم على الليحة، هل صحيح هذا الامر؟ اول شيء رمزي بقلب التيار مش انه ما بدا اتصال وما اتصال، نحن عم بسالك اذا اذا اطار الحزب اذا انتم متحالفين يعني بعبدة مع نفس اللوائح مع حزب الله ولا لا، ولا رح يكون في شخصيات شيعيه غير حزب الله؟ نحن اول شيء رمزي من الاشخاص يلي حابين يترشحوا ومطروح ضمن الاليه تبع الترشيحات، بندرس ترشيحه مثل كل شخص له حق بشكل كثير، نحن عم نتعاطى مع الترشيحات، ما في شيء محجوز لحدا مسبقا لا ماروني ولا شيعي ولا درسي. اي انسان اليوم داخل التيار عنده طموح حتى يترشح حقه يطمح ليترشح ويخضع للآلية اللي بتقرر هي شو وضعيته الانتخابية وإذا عنده القدرة يترشح أو لا. بما يخص طبعا تحالفنا مع حزب الله أكيد هذا الموضوع بالإضافة إلى ينعمل آلية لنشوف كل واحد شو وضعيته، أكيد بما يخص هل هذا الشيء هذا أكيد موضوع ما بيقدر يحصل إلا بالتفاهم مع حزب الله. طيب بموضوع التحالفات اليوم مثلا كيف تحالف كيف توجهكم؟ هل رح يكون في تحالفات بالقطعة بكل دائرة أم لا رح يكون في تحالفات على مساحة لبنان؟ يعني مثلا اليوم في حديث عن تحالف التيار الوطني الحر مع التيار المستقبل في بعض الدوائر، بينما في حديث عن تحالف مع حزب الله في دوائر أخرى، بينما في القوات كيف هو هذا القانون على كل حال صعب، ولأنه اليوم المعركة بظل تفاهمات بالسياسة مش بفرز سياسي مثل بال 2009 شفتي لو نحن بال 2009 البلد مفروض سياسيا باصطفاف كبير كنت خلص بتركب اللويح هون وهون صح كان أسهل أسهل اليوم أنت بحالة تفاهمات ما في خصومات كبيرة اليوم في فريق واحد عم يعتبر حاله معارضة إنما بالآخر نحن كلنا مع بعض متفاهمين بس مش متفقين على كل شيء يعني بالمفرق ممكن نختلف صحيح عنا تفاهم كبير مع حزب الله وهذا متين وعنا تفاهم اليوم مع تيار المستقبل المستجد وعم بيقوى بس هذا رح يكون في تضارب بيناتهم رح وصلك لمحل عنا تفاهم مع القوات اللبنانية رغم كل هلأ الزبزبات اللي مرقين فيها إنما إحنا كمان بحالة مش بحالة خصومي نحن وياهم طيب أكيد عنا تفاهم إمكانية تفاهم واسعة مع الرئيس بري
ما في شيء بيمنع يعني ما غير انه نحن وياه طلعت ونزلت بعلاقتنا. وين يعني بجزين مثلا؟ لا عم بحكي انه ممكن بالسياسه عم بحكي ما في شيء بيمنع. بس انا بتحكي شوي انتخابات مع النائب وليد جملاط كمان انه الافق منه مسكر، ولو نحن طبعا حليفنا الاساسي هو النائب طلال ارسلان، مع انه مع وليد جملاط مؤخرا بهالكم يوم كان في مواقف للوزير بسيل استفزته يعني واتهموه انه بده يلبس. خليني ارجع لك، عم بقول ان نحن ما في شيء مستحيل فينا نحن والنائب طلال ارسلان طبعا مش بلي نتفاهم مع النائب وليد جملاط، يمكن لا يمكن لا مش عم بقول ايه طيب. بس عم بجي اقول انه نحن اليوم بالسياسه منا مسك اليوم مش واضحه منه فرز سياسي كله. فشو عم تصير الاحزاب عم تواجه اليوم؟ عم تواجه الاحزاب يعني حسابات انتخابية بالدوائر حتى تشوف كيف بدها تتمثل. يمكن يطلع مع كل حزب انه والله انا بنزع لحالي بياخذ نواب لحالي وبلا ما اكون بلاحة مع الباقيين. ويمكن بمحلات في لازم يصير في تعاون بين اثنين، لانه في كتير ما قاعد هلا في عندك مثل مينيموم جارانتي بيجيبه كل واحد بكل دائرة، وعندك في شيء رح ينلعب على الكسور يعني اذا لايحه بتاخذ 1.7 بتاخذ هي المقعد الثاني مش صحيح. اللي بتاخذ 1.5 مثلا معناتها مثلا مصر. فهذا الكسور بياثر على كثير مقاعد. هذا قد يحتاج تعاون بين القوى السياسيه او بتحالفات بياثر، لانه في يجيب لك هالتحالفات اصوات اضافيه حتى تعلي كسك تاخذ المقعد الثاني. هيدي اجمالا الحسابات اللي عم تحكم رح تحكم الخيارات على مستوى التحالفات. بس الشيء الاكيد انه ما في بقى حاجز للتحالف مع حدا بالمعنى السياسي. ما في حواجز بالمطلق يعني الا هلا الكتائب هن رافضين تعاطوا مع الكل، هذا موضوع تاني. بس انه بالباقيين اذا عندك يعني تفاهم انت وياه على التعاون ممكن يحصل، لانه ما في عقبه سياسيه للتعاون. بس اليوم التيار الوطني الحر عنده يعني مثل ما عم تقول انه علاقته مع الكتائب مقطوعه، لانه الكتائب مش مقطوعه يعني بحل هن اخذين، بس انه الكتائب اخذ منحه كثير تصعيدي. هلا هو عامل هالشيء بعتبر انه هذا الشيء يمكن للانتخابات. بس حتى القوات اليوم كمان العلاقه منا جيده يعني، كمان في اشارات على انه ممكن انه ما نشوفها منسجمه مع التحالفات الانتخابيه. هلا معنا مصلحه خلف مع القوات بزارة بقى والقوميه وبدي اسالك عن الحزب القومي. شو القوميه شو يعني؟ يعني بسالك كيف رح تكون تحالفاتكم؟ هل في كيف رح يتغير يعني؟ هل رح يتغير المشهد بين امبارح واليوم؟ لا ليش بتغير من بعد مشهد امبارح؟ شو المشهد امبارح؟ شو المشهد امبارح؟ ما انت بلشت فيه الحلقه. شو انه هذا الكلام مش مقبول ووقفوه وخلصت؟ طبعا بس هذا الشيء ما حدا يجي يفتح ينبش منيح. بس هذا الشيء كيف رح يبين بالانتخابات او بالتحالفات المقبله؟ القوميه وين بالنسبه لكم بالانتخابات؟ ما بعرف، طرف موجود على الساحه وممكن نتفاهم معه ممكن لا. بس اكيد مش على هالشعارات اللي رفعت هاليومين. بس على كل حال خليني اقول شغله، الحسابات الانتخابات اليوم يعني عم بقول لك نحن والقوات لو نحن وياهم عسل. نعم. لو نحن وياهم عسل هلا ما في شيء تبعيون داخل الحكومه. يمكن نوصل لاستنتاج انه ما نفوت مع بعض بزيت الليحه. هلا الاعتبارات اللي عم بقول لك عنها الانتخابيه يا اخي، نحن هلا فايتين بتنافس مرشحين ضمن حزب واحد. يمكن اقول لك ليش بدي بعد جد واحد قوات بعد تنافس انا وياه؟ يتنافس لحاله ياخذ هو حصته. كمان هذا الاتجاه يمكن يعني انه يكون الاحزاب كلها عم تعمل لوائح لوحده لحتى. يمكن يكون هيك، عم برجع لك والارجح رح يكون هيك. الا بالمحلات اللي بحاجه لتعاونوا مشان حاصل انتخابي. الوقت الحزب بيلاقي حاله بهيدا القانون انه انا بقدر طلع نواب بلا جميلة حدا، يمكن يروح على هالاتجاه. لانه ليش لاقي لك انا بدي افوت بقصص تنافس على الصوت التفضيلي ويمكن يطلع هذاك المرشح مش انا. هيدي ما يعني ما لها علاقة بالذبذبات اللي صايرة بالعلاقة مع القوات. هلا الذبذبات بتزيد يمكن الطين بلي، انما بالاخر الاعتبارات رح تكون بشكل اساسي انتخابية يعني حسابات انتخابية. طيب جزين، دائرة جزين وصيدا في اتجاه وعم نقرا انه اليوم التيار الوطني الحر حسم خياره انه يروح مع تيار المستقبل، هل صحيح هذا الامر؟ وبالتالي هو سيفترق حتما مع الفريق الشيعي اللي هو حزب الله وامل، لانه لن يتخلوا عن نائب اسامة سعد، هل صحيح هذا الامر ولا بعد ما حسم خياره ولا في شيء بالمكرو مزبوط؟ انه احنا وتيار المستقبل على الارجح رايحين بحالة تفاهم يعني مش رايحين بحالة خصومة. هلا بالمفرق بدنا نشوف المصلحة الانتخابية شو بتقضي. يعني ما بدي احسم لانه ما في شيء بعد تحدد 100%. هلا هيدي الدائرة من الاصعب سياسيا لكون صريح، مش هينة يعني مش هينة، لانه عندك اطراف هيدي وده والشمال هي مشكلتها مش بجزين اكثر ما هي مشكلتها ب وين؟ صيدا. بصيدا ليه؟ لانه عندك فريقين ما بينجمعوا اللي هن أسامة سعد والمستقبل، ونحن علاقتنا منيحة باثنين واعين بهالإشكالية.
طيب بس شو بس بتكون تحالف مع تيار المستقبل بسيد الجزين، هو شو القيمة المضافة اللي حامل لكم إياها بالجزين مثلا؟ كيف؟ شو القيمة المضافة اللي تيار المستقبل؟ هلا عم قلك عم تستبقيني أنا عم قلك ما بعرف بعد شو رح يصير. نعم. بس اللي عم بيقولوا من هيك الشغلة منا بسيطة، لأنه هون نحن واقعين بإشكالية تحديدا، رجعنا على ذات القصة، إشكالية هالقانون وقتا بيجبرك تعملي خيار مع فريق وفريق وانت امام فريقين بتناقض انت وياهم. افترضي مثلا نحن بعبده القوات والحزب الله ما بيجتمعوا، بدي اقول نحن والقوات عسل وعنا مصلحة نتحالف، ونحن وحزب الله عسل وبدنا نتحالف، ايه كيف نجمعهم مع بعضنا فرد ليحة؟ علقت بهالمشكلة. هذه هون هينة، لانه هون في كل واحد يروح لحاله. هنيك الإشكالية اصعب، لانه انت بين فريقين اثنيناتهم اصحاب انت وياهم، انما ما عندك يعني يعني رح توقع بشكل ما في نحلها بعد. طيب قبل ما اختم، في بعض القراءات السياسية الانتخابية قرأت في دائرة الشمال اللي هي البترون وجوارها على انه دائرة الرؤساء الثلاثة، مظبوط بتوافق على هذه القراءة؟ بكير كثير، بكير كثير، بكير كثير. شكرا لك ان ابقى لعون على وجودك معنا اليوم حين واليوم، اهلا وسهلا فيك. شكرا مشاهدينا على المتابعة، والى اللقاء.